كيف كانت البداية إذن؟ يقول حسين موسى: بعد مرحلة ميثاق العمل الوطني عاد عبد الرحمن النعيمي ورفاقه إلى البحرين بتاريخ 28 من فبراير من عام 2000 بورقة مرور، وكانت البداية حين وضع خيمة خارج منزله كانت بمثابة مجلس للجميع في يوم الأربعاء من كل أسبوع. وبالمناسبة فإن ذلك هو السبب الذي اختارت في ضوئه جمعية وعد لاحقاً يوم الأربعاء لتنظيم فعالياتها الأسبوعية. وقد بدأت الفكرة من هذه الاجتماعات التي كانت تعقد في الخيمة أمام بيته، وتم تشكيل لجنة تحضيرية تضم كل اتجاهات اليسار آنذاك، وكان الاتفاق على تشكيل تنظيم موحد، وكانت هناك وثيقة أطلق عليها التجمع الوطني الديمقراطي. أترك المايك الآن للأستاذ فاضل الحليبي نائب الأمين العام للشؤون التنظيمية في جمعية المنبر التقدمي لإلقاء كلمته. مساء الخير جميعا الرفيقات والرفاق الأعزاء في جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد، الحضور الكرام، باسم المنبر التقدمي أتقدم لكم بالشكر الجزيل على دعوتكم لنا بالمشاركة في هذا الحفل لإحياء الذكرى السادسة لرحيل المناضل الكبير عبد الرحمن النعيمي أبو أمل، والذكرى السادسة عشر لتأسيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد. إن في إحياء الذكرى السادسة لرحيل المناضل عبد الرحمن النعيمي تقدير وعرفان لتضحيات هذا القائد الوطني وسواءه من القادة والمناضلين الوطنيين الذين رحلوا عنا وتركوا بصماتهم الوطنية الواضحة في مسيرة النضال الوطني ضد الهيمنة الاستعمارية والقوة الرجعية من أجل أن تسود في البحرين الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية. إنهم مناضلون وقادة الحركة الوطنية والديمقراطية البحرينية التي صنعت لشعبنا تاريخا سياسيا وطنيا عابرا للطوائف والأعراق، نشرت من خلاله أفكار التقدم والإنسانية في وسط أجيال عديدة، وبفضل أفكارهم ومواقفهم الوطنية ترسخت مفاهيم الوحدة الوطنية والتسامح والتعايش في وجدان شعبنا، واستطاعوا التصدي لمشروع المستعمر البريطاني ومبدأه المعروف فرق تسد، ومعه القوة الرجعية في الظروف الصعبة ومن أجل إنجاز مهامهم الوطنية دفعوا الثمن باهظا بالتضحيات التي قدموها بالاستشهاد والاعتقال والمطاردة والفصل من العمل والنفي، حيث قضى العديد من مناضلين وقادة الحركة الوطنية البحرينية عقودا من السنين في المنافي، ومن ضمنهم الرفيق الراحل أبو أمل الذي قضى أكثر من 30 عاما في المنفى. الرفيقات والرفاق، الحضور الكرام، عندما نحيي ذكرى هؤلاء القادة والمناضلين الوطنيين الذين رحلوا عنا نستذكر تاريخا وطنيا ناصع البياض كانت عناوينه الوطنية واضحة المعالم. لهذا على هذا الجيل والأجيال اللاحقة أن تتعلم من هذا التاريخ الجامع وتستلهم منه الدروس والعبر لتواصل المسيرة النضالية لتحقيق ما يصبو له شعبنا، وطن حر وشعب سعيد. نحيي الذكرى السادسة لرحيل المناضل أبو أمل، والذكرى السادسة عشر لتأسيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد، وتداعيات أحداث 2011 مستمرة، يضاف إليها الوضع الاقتصادي المتأزم والذي أصبح على المواطن أن يدفع تكاليف وأعباء مالية بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة لم يكن شريكا في صنعها.
فما زال الوضع السياسي يراوح مكانه بعد أن توقف الحوار بين السلطة والمعارضة في عام 2014، وتعمقت الإجراءات الأمنية على حساب المكاسب الإصلاحية التي تحققت بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير من عام 2001، التي نتطلع جميعا لاستعادة زخمها نحو بناء أسس الدولة المدنية الحديثة، والتي من مقوماتها الأساسية التعددية السياسية والفكرية وإطلاق حرية الرأي والتعبير والتنظيم والإعلام والشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتقوية السلطة التشريعية بمزيد من الصلاحيات لتمارس دورها الرقابي والتشريعي وإصدار القوانين التي تجرم التمييز والكراهية في المجتمع وتعزز من الوحدة الوطنية والتسامح والتعايش. في هذا الحفل الوطني ومن هذا المنبر نعبر أيها الأخوة والأخوات عن سرورنا لاستمرار التنسيق بين جمعيات التيار الوطني الديمقراطي الثلاث، المنبر التقدمي والتجمع القومي ووعد، ونتطلع إلى سرعة الإعلان عن تشكيل التيار الوطني الديمقراطي. فالوطن في حاجة لوجود ودور تيار وطني مدني يعمل على ترسيخ الثقافة الديمقراطية والوحدة الوطنية في المجتمع بعد أن سادت لسنوات النواعز والأحقاد الطائفية البغيضة في المجتمع، عندما فسح المجال لأصحاب المشاريع الطائفية لنشر خطابهم المفتت للوحدة الوطنية. وتزداد هذه المهمة إلحاحاً أمام التطورات الخطيرة على الصعيد الإقليمي، فما زالت طبول الحرب تسمع والصراعات المذهبية والعرقية تتفاقم في العديد من البلدان العربية، حيث نتمنى أن يتغلب صوت الحكمة والعقل ويعم السلام في ربوع بلداننا العربية، وتفشل المخططات الإمبريالية والصهيونية، وأن يتم الضف لنضال الشعب الفلسطيني العادل لدحر الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وختاماً إذ نعبر عن تحياتنا الكفاحية لرفاقنا في جمعية وعد، نتطلع إلى أن يكسبوا الدعوة القضائية والمطالبة بحل الجمعية، وأن يصدر الحكم القضائي في 13 من أكتوبر القادم برفض الطلب، وأن تواصل وعد مسيرتها النضالية والوطنية جنبا إلى جنب مع أطراف التيار الوطني الديمقراطي من أجل وطن لا يرجف فيه الأمل. وشكرا لكم.